أيضا كمان من طرائف مقاطع الفيديو المتداولة عن كورونا هو مقطع لطريقة احتفال سيدة عراقية بشفاء زوجها من فيروس كورونا. لنتابع. طشرة حجية. هذا الحجي مشكورين، هذا بالكادر. نعم الله عليكم، جزاكم الله خير. يلا هلا، صحيح فيروس كورونا شغل بال العالم وصارت اخبار تتصدر عناوين النشرات والمواقع الالكترونيه ومنصات التواصل ايضا، بس هذا ما بيعني انه نحن لازم ننسى هؤلاء اللاجئين السوريين اللي هن ما زالوا عالقين على الحدود اليونانيه وما زالوا يعانون ويتعرضون لاعتداء من قبل حرس الحدود اليوناني. واحد من الفيديوهات المتداولة يلي كانت امبارح اللي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي ووثقها أحد اللاجئين السوريين المتواجدين على الحدود اليونانية للحظة اعتداء حرس الحدود اليوناني عليهم بقنابل غاز مسيل للدموع، وأيضا استخدام بعض مثل ما بيقولوا اللي بتطلع هوا كتير قوي لحتى توجهه عليهم لتصيبهم بالضبط. خلينا نتابع الفيديو المتداول بشكل واسع خلال الساعات الماضية. وبعيدا كمان عن كورونا، خلينا نشوف واحد مقاطع الفيديو المتداولة يلي أظهر كاميرا مثبتة على ظهر صقر لحتى يورجينا كيف الصقر بيشوف العالم من حوله أثناء الطيران بهالكاميرا. خلينا نتابع هالمشهد لحق مشاهد نسب مشاهدة عالية جدا خلال الساعات الماضية.